السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم اليوم أطفالي الأعزاء؟ لقد اخترت لكم اليوم قصة جميلة جدا ومميزة. اسم القصة القائد خليفة رحمة الله عليه، حاكم دولة الإمارات العربية المتحدة السابق. هيا بنا لنبدأ بقراءة القصة. في دولة الإمارات تقف المباني الشاهقة تتكلم وهي سعيدة. يقول برج العربة: إن الطقس اليوم في دبي جميل، كنت أتمنى أن أرى بقية الإمارات. يقول برج بوابة العاصمة: أنا متأكد أنها جميلة جدا. يقول مبنى الدار: هيا نسأل برج خليفة، إنه أطول بناء في العالم، صف لنا يا صديقي ماذا ترى؟ يمسك برج خليفة النظارة المعظمة ويقول: أنا من هنا أرى جميع الإمارات الأخرى. ويكمل ويقول: هنا مسجد الشيخ زايد الكبير، ويوجد في إمارة أبو ظبي. وفي الإمارة مراكز تجارية كثيرة يرتادها كثير من السائحين من جميع دول العالم. ويقول برج خليفة: أرى أمامي أيضا يا أصدقائي موانئ دبي الشهيرة والعالمية. ويكمل برج خليفة: وأمامي مدينة فيراري العالمية، وتعد أكبر ملاهي مغطاة في العالم. يقول برج خليفة: أرى أمامي بلدنا العربية المتطورة. تقول المباني الشاهقة: إنها إنجازات شيوخنا الكرام وقائدنا الشيخ خليفة طيب الله ثراه. يرد برج خليفة ويقول: نعم يا أصدقائي، أدام الله عز وطننا واستقراره، نفتخر جميعا بوطننا الإماراتي.